بيلعب الضربه الركنيه، كره داخل منطقه الجزاء وفرصه خطيره لناديكم حماده. سيد فوزي بيلعب راسيه انما بتمر بجوار القايم عشان تبقى ضربه مرمى لنادي مركز شباب المحموديه. هيلعب التماس، بيلعب الكره لباسم رجال داخل منطقه 18، بيشوط شوطه بتمر بجوار القايم عشان تبقى ضربه مرمى لنادي مركز شباب المحموديه. علاء الشرقاوي هيلعب ضربه المرمى، هي مقطوعه من السوداني، بتروح الكره عند شريف العبادي، بيشوط شوطه قويه شريف انما يخرجها علاء الشرقاوي، كره لضربه ركنيه. بتوصل في نص الملعب عند شريف العبادي، كره عند كرامي عبد القادر في نص الملعب، قاطع على طول السيد فوزي مدافع نادي كوم حماده، بتوصل الكره عند محمد حب الله في نص الملعب، محمد عبد الستار بيعمل كوره عند اشرف مبروك، بتروح الكره عند محمد السوداني، كره بتروح تاني لمبروك، ومبروك داخل منطقه الجزاء وبيعمل كوره انما على طول علاء الشرقاوي بيطلع الكوره ضربه ركنيه من ناحيه اليمين. واحدة جامدة زكي هيلعب كورة داخل منطقة الجزاء وطالع على طول الجول انما بتعدي فوق المرمى، كرة اتعملت جميلة انما بتمر فوق القايم عشان تبقى ضربة مرمى لنادي كوم حمادة. انور عبد المقصود بيلعب كورة على طول في نص الملعب، كورة من محمد السوداني بتروح مبروك محمد رجال، باسم رجال، باسم رجال بيعمل كرة عرضية انما بتروح سهلة عند علاء الشرقاوي حارس المرمى. علاء بيلعب كرة طويلة جزاء، بيطلع على طول بالبوكس وكرة خطيرة دربكة داخل منطقة الجزاء، بيشتت على طول زكي حلمي الكرة وتخرم ركنية من ناحية اليمين مرة تانية لنادي كوم حمادة. كرة بتتلعب سهلة عند علاء الشرقاوي حارس المرمى. نادي كوم حماده من نص الملعب. باسم بيعمل كرة طولية داخل منطقة الجزاء. طالع على طول علاء الشرقاوي ماسك الكرة. المحمودية. أحمد عاشور بيشوط شوطة كده إنما بتبقى بعيدة عن المرمى عشان تبقى ضربة مرمى لنادي كوم حماده. مر بجوار القايم. زكي يطلع على طول علاء الشرقاوي خارج منطقة الجزاء. محمود فتحي كرة بتخرج تماس لنادي كوم حمادة. هيلعب محمود عنوان ضربة ركنية من ناحية اليمين، بيعلق كرة داخل منطقة الجزاء، طالع على طول علاء الشرقاوي حارس مرمى ملك الشباب المحمودية ماسك الكرة وبياخد فاول 46 دقيقة. نلعب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضايع، وشوطة جامدة من محمد عبد الستار إنما على طول علاء الشرقاوي بيصد الكرة. حكم مصفر فاول داخل منطقة الجزاء، وكرة مع محمد سوداني بتقلش منه الكرة بتروح لباسم رجال، باسم بيعلق كرة انما بتمر بجوار القايم عشان تبقى ضربة مرمى لنادي مركز شباب المحمودية. محمد السوداني بيشوط شوطة بالهيد انما بيطلع على طول حارس المرمى علاء الشرقاوي، والحكم حاسب فاول. وجه وش رجلك محمود عشماوي. داخل محمود بيشوط شوطه جامده انما بعيده بتعلى العارضه عشان تبقى ضربه مرمى لنادي كوم حماده. حكم بيشاور تغيير، خارج رقم 4 ابراهيم. هتتلعب الكوره لزكي حلمي داخل منطقه الجزاء، بيشتت على طول باسم رجال. كره عن ابراهيم مخلوف. ابراهيم بيطلع الكوره بتطلع في الاول تمام.